تشهد مدينة القدس عموما والمسجد الأقصى خصوصا منذ بداية شهر رمضان مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات صهيونية بسبب محاولات الأخيرة منع التجمعات والفعاليات الرمضانية السنوية في المدينة، كما بدأت منظمات صهيونية متطرفة بنشر مواد إعلامية تحض على محاصرة الوجود المقدسي وشعائر العبادة لدى المقدسيين، ودعت إلى مهاجمتهم بالأسلحة من أجل ترهيبهم وسط صمت من قبل سلطات الاحتلال. خلال الساعات الأخيرة أصيب عشرات المقدسيين واعتقل آخرون خلال مواجهات مع الاحتلال في عدد من المواقع والأحياء في القدس المحتلة. المواجهات اندلعت في أحياء وأزقة البلدة القديمة بعد قمع الاحتلال واعتدائه على المصلين الخارجين من المسجد الأقصى بعد صلاة التراويح ليلة الخميس قرب باب العمود وباب الساهرة وشارعي السلطان سليمان ونابلس المحاذيين للبلدة القديمة. مصادر صحفية قالت إن قوات الاحتلال دفعت بتعزيزات عسكرية ونصبت حواجز حديدية قاطعة الطرق أمام المرة والمصلين، كما أقدمت على رش الشبان بالمياه العادمة بعد الاعتداء عليهم، فيما عزلت قوة كبيرة للاحتلال منطقة باب العمود بالحواجز وسط محاولات مستوطنين الوصول إلى القدس والاعتداء على الفلسطينيين. مؤسسة القدس الدولية حذرت من أن استهداف الشباب المقدسيين في منطقة باب العمود يأتي في سياق مخطط صهيوني لتغيير وجه الحي جذرياً، بما يجعله منطقة محاصرة عسكرياً عبر الحواجز ونقاط المراقبة وغير مؤهلة لاستيعاب تجمعات الشبان المقدسيين. كذلك حذرت المؤسسة من أن ما تدعى منظمات المعبد تحرض المستوطنين المتطرفين على تنفيذ اقتحام كبير للمسجد الأقصى في 28 من رمضان، داعية إلى جعل باب العمود وهو المدخل الرئيس للمسجد الأقصى وكنيسة القيامة وحائط البراق عنواناً لهبة مقدسية جديدة تمنع الاحتلال من فرض سيطرته على باب العمود وتتصدى لاقتحام المستوطنين للأقصى.